مساء الخير لكل متابعينا ورمضان كريم. أكيد لاحظتوا مشاهدينا أجواء كانت صيفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية وصيفية عادية في باقي مناطق المملكة، عدا طبعا الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، طبعا كانت فيها أجواء شديدة الحرارة. خلينا نشوف الآن درجات الحرارة حاليا في العاصمة عمان. بنلاحظ أنها 30 درجة مئوية مع أجواء غالبا صافية، نسبة الرطوبة عالية هي 50%، وحركة الرياح غربية معتدلة تنشط أحيانا. بالنسبة لهذه الليلة بنلاحظ أن درجات الحرارة الدنيا هي 20 درجة مئوية، وإحساسنا بالحرارة رح يكون 19 درجة مئوية. عم نحكي عن أجواء ممتازة للجلسات الخارجية. طبعا بالنسبة للرياضة رح تكون أجواء جيدة بما أن درجات الحرارة رح تنخفض ونسبة رطوبة عالية. كذلك الأمر السحور في الخارج رح تكون أجواء مقبولة بما أنها أجواء باردة رح تكون في ذلك الوقت. بالنسبة لنهار الغد رح توصل العظمى إلى 33 درجة مئوية، إحساسنا بالحرارة معتدل بما أنها أجواء معتدلة، وعشان هيك ما في داعي أنه نزيد كمية شرب الماء خارج أوقات الصيام، رح تكون كمية شرب الماء طبيعية. خلينا نشوف الآن درجات الحرارة لليلة الغد، رح توصل ل 22 درجة مئوية، أجواء معتدلة. الإفطار في الخارج جيد، الجلسات الخارجية أجواء ممتازة، كذلك الأمر الرياضة الخارجية. خلينا الآن نشوف درجات الحرارة لهذه الليلة والمتوقعة للثلاث أيام القادمة. هذه الليلة بنلاحظ درجات الحرارة رح توصل لعشرين درجة مئوية مع تواجد لبعض الغيوم فوق المناطق الوسطى والشمالية من المملكة. الثلاثاء أجواء معتدلة مع 33 درجة مئوية. بنلاحظ الأربعاء والخميس هناك ارتفاع، لكنه ارتفاع طفيف مشاهدينا، مع 35 درجة مئوية في اليومين. طبعا لهذه الليلة بنلاحظ أجواء غائمة في المناطق الوسطى والشمالية، أجواء معتدلة ولكنها رطبة نسبيا. بنلاحظ نهار الغد أجواء حارة في المناطق الجنوبية مثل العقبة والأغوار والبحر الميت، وأيضا هناك تواجد لبعض الغيوم فوق المناطق الشمالية. خلينا الآن نستعرض درجات الحرارة الصغرى لهذه الليلة والعظمى لنهار الغد. في خليج العقبة 28، غدا 40، أجواء حارة مثل ما حكينا، وادي رم 18 إلى 37، في معان تتراوح درجات الحرارة ما بين 18 إلى 35، عم نحكي عن أجواء حارة. رأس النقب 16 إلى 27، أجواء صافية، كذلك الأمر في البتراء مع 31 درجة مئوية. الشوبك 27 والرشادية 26 درجة مئوية، أيضا أجواء معتدلة. الطفيلة غدا 29 والأغوار 41 درجة مئوية. في الكرك أجواء صافية مع 18 درجة هذه الليلة، غدا 30 درجة مئوية. وننتقل معكم إلى وادي الموجب، هو 39 غدا نهارا، والبحر الميت 40 درجة مئوية. في مادبة بنلاحظ وجود لبعض الغيوم مع 18 درجة هذه الليلة، غدا 31 درجة مئوية. مطار الملك علياء 34 درجة مئوية، غدا نهارا نلاحظ الأجواء الصافية. في مرج الحمام هناك تواجد لبعض الغيوم المنخفضة مع 30 درجة مئوية. صويلح والفحص بنلاحظ أيضا تواجد للغيوم المنخفضة مع 29 درجة مئوية في صويلح و 32 درجة في الفحص. أما عن السلط فهي 20 هذه الليلة، غدا 32، أيضا هناك تواجد لبعض الغيوم. عجلون 32، أجواء معتدلة فوق الجبال، أعالي جبال عجلون رأس منيف هناك غيوم متفرقة مع 28 درجة مئوية غدا نهارا. وأقصى الشمال إربد مع 32 درجة، أيضا هناك تواجد للغيوم المتفرقة. في حين في جرش 20 هذه الليلة، غدا 34. ونعود مجددا إلى العاصمة عمان، فالغربية هي 19 إلى 31، الشرقية 33 غدا نهارا، الزرقاء 35 والمفرق 34 مع أجواء مغبرة في هذه المنطقة. أما عن المناطق الشرقية وأولها رويشد، بنلاحظ الغبار المثار بفعل الرياح مع 21 درجة مئوية هذه الليلة، وغدا أجواء حارة مع 39 درجة مئوية. الصفاوي أيضا أجواء مغبرة مع 39 درجة مئوية. بنلاحظ التشابه في درجات الحرارة، الأزرق 40 أيضا مع تواجد لبعض الغبار والأتربة المثارة، الجفر 37 درجة مئوية، بنلاحظ أيضا تواجد الغبار في هذه المناطق. طبعا نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية وخصوصا الشرقية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.